تحياتي الى السيد العميد مامور مركز ابو قرقاص والسيد رئيس مصانع سكر ابو قرقاص الذي اصر على استضافه فضيلة مولانا الشيخ عبد الناصر حيط فكاهة قراء العالم الاسلامي الشيخ الدكتور عبد الناصر حيط فاكهة من قلبه الشعب ابو قرقاص واحنا يعني كل مسرور ان احنا نسمع مسك الختام من فضيلة مولانا الدكتور عبد الناصر حرم نجم الغربية والعالم الاسلامي ومع فضيلة الاستاذ سعد المطعمي لتقديم الدكتور عبد الناصر حلق فليتفضل مشكورا مأدورا انفع مزيح ماشي يا عم الحاج هتقبضوني يعني شكرا لاستاذنا وشيخنا الشيخ عماد على ابن الجواد حقيقه الشيخ عماد يعني يحبنا حبا كثيرا ارحب بزميلي دكتور خالد بن سعد الاعلامي الكبير الذي نسعد به دائما على الشاشه المصريه ايها الاحبه بحق انها جلسه قرانيه خالصه لوجه الله تعالى لذلك فإن اجتماعنا هذا هو اجتماع على مائدة القرآن الكريم وبالتالي فهو اجتماع على الحب وعلى المودة وقد جمعنا الشيخ عماد علي عبد الجواد في هذه الليلة المباركة وسعدنا كثيرا بابن محافظة غربية دكتور عبد الناصر حرك القارئ الإذاعي المعروف لذلك فإننا نرجو منه ختاما جميلا رقيقا من قصار الصور يسعد به أهالي مركز أبو قرقاص فمع الشيخ عبد الناصر حرك فليتفضل مشكورا ووفقه الله وبارك الله في شيخنا الشيخ سعيد الغنام الذي أمتعنا منذ قليل بقراءاته الجميلة وفنياته الأروع تفضل دكتور تمام كده يا رب يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب
واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب. سامع يا دكتور؟ سامع بيقول لك ايه؟ دكتور ان شاء الله الله المستعان. بس احنا مش بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق عنهم سرا بالمعذور وطالب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا عايز اخليها يبقى غليها مش مش مشكله مش لسه جايبها مش حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان الله.
هذا الكرم الله يكرم السيد. هي عندي ساعة يا ده انت البركه يا شيخ. بعدين بركه الحاج الحاج اسامه حاجه صراحه طوقه كبيره. حاضر حاضر. شوف 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 السعاده على راس فوق. بس القران له قدسيته بس عشان عشان بنفع اكتر من كده. اكتر من كده بقى يبقى حاضر 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 واستمع واستمع يا المليون يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا لحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. انا قلت له انه استمع. انت هتقعد معانا الفجر كده. استمع واستمع يا يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله اكبر سميعه يا مولانا حلوه اسمها كده والله. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بس يا اخي بس ما خلاص احنا بدناش على خلاص بس بلاش لازم السماء الله
رحمه بيه كمان كده كمان فزك خلينا بالحفظ بس لما عندنا دي بركه صاحب الليله وابن صاحب الليله عم مع نفسك يا عم الحاج عارفين اللي انا رسمك واحد جهنم والله العظيم ما عارفينك انت بكيت الفازع بس احنا ايه حابين اسال الله قبول لنا ان شاء الله اسال الله قبول لنا ان شاء الله نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور عثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعددك في أي صورة ما شاء ركبك الله يبارك فيك صلوا الكريم حاضر
حاضر. هي هنا في العمر اصلا المدد يا المدد يا اذا السماء فطرت الصوت كده قفل الصوت كده انت قفلت الصوت افتح الصوت رفع الصوت شوية افتح الهواء ايوه كده سلام الصوت كتم كده إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت لا حول ولا قوة إلا بالله الله يكرمك الله يحفظك هو بيلعب فيني مش عارف اللي يرفع 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 علي علي إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور انفرت خلي الصوت زي ما كان الاول خلي الصوت زي ما كان الاول ارفع الصوت افتح الصوت حاضر 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 علمت نفس ما قدمت وأخرت يرفع يرفع الصوت يفتح الهواء خلاص يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما
من ساعتها.
خلينا نروح المدرسة بتاعتنا. إن الأبرار في إن الأبرار في نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. الله
الحمد لله حد حكي سعد المطعم العمالة في الشحانة فرسك الله نعم الله نسأل الله القبول لنا ولكم احنا اقل الناس اقل الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق صل على حضرة النبي صل على رسول الله المدد يا رب خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.